بنصبح على حضراتكم مره تانية، ودلوقتي جه معادنا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون شديد الحراره راتب على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد. هيكون معتدل الحراره على السواحل الشماليه، بالليل الجو هيكون مائل للحراره راتب على كافه الانحاء. خلونا نتعرف على تفاصيل اكتر عن حاله الجو من الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بكم. ايه اخبار حاله الطقس النهارده، وهل فعلا في ارتفاع في درجات الحراره هتفضل معانا شويه مستمره، خاصه ان احنا الصبح النهارده او في ساعه الفجر كان الرطوبه كانت مرتفعه جدا؟ بالفعل يمكن احنا لسه مستمرين في ارتفاع درجات الحراره على كافه انحاء الجمهوريه، ايضا مستمرين بتاثرنا بمنخفض الهند الموسمي اللي معاه كتل هوائيه معظمها كتل هوائيه قادمه من على البحر المتوسط، ارتفاع بنسب الرطوبة فترات النهار وفترات الليل. مهم جدا نعرف ان نسب الرطوبة دايما بتزود احساسنا اكتر بارتفاع درجات الحرارة. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى متوقع تكون 36 درجة مئوية، مع ارتفاع نسب الرطوبة الاحساس بيها هيكون لو تكون 38 او 39 درجة مئوية. الاجواء خلال فترات النهار هي اجواء شديدة الحرارة راتبة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ايضا محافظات جنوب البلاد وجنوب سيناء، اجواء حارة راتبة على سواحلنا الشمالية، ودي اغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط. خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس أيضا في إحساس بارتفاع درجات الحرارة وارتفاع في نسب الرطوبة، والأجواء بتكون أجواء مائلة للحرارة خلال فترات الليل على أغلب المناطق الموجودة في الجمهورية. بالإضافة كمان إن في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل بتتكون شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة أو القريبة من المسطحات المائية المؤدية منه إلى القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، سواحلنا الشمالية، مدن القناة، وبتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية، وتتلاشى فور طلوع أشعة الشمس، يعني تقريبا على الساعة 6 صباحا بتبدأ الشبورة المائية في التلاشي. أيضا اليوم متوقع أن يكون في ارتفاع أمواج على سواحل البحر المتوسط. كنت لسه هسأل حضرتك على ارتفاع الأمواج، لأن فعلا في ارتفاع ملحوظ النهارده. بالفعل يمكن بالضبط تحديدا عند منطقه السلوم ومطروح والعالمين، في ارتفاع امواج هيوصل من 1.5 ل 2 متر. مهم جدا نحذر الساده المصيفين من نزول البحر او ارتفاع الامواج اللي هيوصل ل 2 متر، دايما نكون في منطقه قريبه او منطقه امنه بالقرب من الشاطئ، لكن نقدر نقول ان البحرين هيكونوا مؤهلين لاعمال الصيد والملاحه البحريه، لكن اعمال التنزه زي ما قلنا نخلي بالنا من المناطق اللي بيكون فيها ارتفاع امواج. ومهم جدا كمان نحذر الساده المشاهدين من التعرض المباشر لاشعه الشمس، لان دايما التعرض المباشر لاشعه الشمس هيزود اكثر احساسنا بارتفاع درجات الحراره، بقدر الله طبعا كلنا عارفين هو بيصيبنا بضربات الشمس والاجهاد الحراري، فمهم جدا من الساعه 12 الظهر للساعه 4 العصر تجنب اشعه الشمس المباشره. لو انا مضطر ابقى موجود في الشارع يبقى دايما معايا غطاء لراس شمسيه او كاب، اي شيء يحميني من اشعه الشمس المباشره. مهم جدا نتواجد في اماكن جيده التهوية، ده هيساعدني على عدم الإحساس بنسب الرطوبة اللي موجودة في الجو، لأنها بتتجاوز 90% على سواحلنا الشمالية، بتتجاوز 80% على القاهرة الكبرى، وفي ارتفاع في نسب الرطوبة. ومهم جدا نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل. ارتفاع درجات الحرارة ده هيكمل معانا لنهايات الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل، ويمكن كمان مع نهاية الأسبوع هيكون في ارتفاع آخر في درجات الحرارة، لأن العظمى متوقع توصل ل 37 درجة مئوية على القاهرة الكبرى. احنا أكيد هنتابع مع حضرتك كل يوم حالة الطقس بالتفصيل. بشكرك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي خلونا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة والعظمى 36 والصغرى 24، اسكندرية 33 24، مطروح 31 22، سيوة 38 22، بورسعيد 33 25، دمياط 32 25، الإسماعيلية 37 23، السويس 36 24، العريش 34 24، طابا 36 26، كاترين 33 19، شرم الشيخ 39 29، الغردقة 37 28، الفيوم 36 24، بني سويف 37 24، المنيا 37 24، أسيوط 38 23، سوهاج 39 25، قنا 41 26، الأقصر 41 26، أسوان 42 27، الوادي الجديد 41 26، شلاتين 36 26، وأخيرا حلايب 34 28.
يا ريت النهارده بجد ناخد بالنا من ارتفاع الامواج، خاصه الناس اللي في المصيف او بتصيف في اماكن على البحر المتوسط، نخلي بالنا. بمناسبه ان احنا كنا بنتكلم النهارده عن ان يوم العالمي للغرق، نخلي بالنا وربنا يحفظنا جميعا. هرجع مره ثانيه لمصطفى وجمان عشان نكمل معاكم فقره اخيره مصر. شكرا لك يا دينا، شكرا.